طب تعالوا نروح مع بعض كده نشوف اخبار الطقس النهارده اللي ناوي يخرج. النهارده يوم الجمعه واجازه، وحابين دايما كده نشجعكم ونعمل لكم كده اغراء كده في صباح، انكم تنزلوا من البيت. الجو النهارده الحمد لله رب جو جميل ولطيف، في خروجات كتيره ممكن تعملوها واماكن كتيره ممكن تزوروها مع اسركم. نروح كده نشوف درجات الحراره سريعا، نبدا من القاهره 22/12، الحمد لله رب الارصاد الجويه بتقول لنا ان الجو في القاهره النهارده مشمس في اغلب الاوقات. اسكندرية 20/9 في توقع بسقوط أمطار، مرسى مطروح 20/9 توقع بسقوط أمطار، الغردقة كعادتها دايما جو دافي وجميل 25/12. طيب شرم الشيخ 24/15، الإسماعيلية 22/8، بورسعيد 19/13، سويس 22/9، كل ده بنتكلم في مشمس أغلب الأوقات. ويعني عامة احنا بنتكلم في الطقس، هيبقى إن شاء الله النهاردة معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. طب نروح للصعيد بقى ونشوف المرة، المنيا 21/6، سوهاج 22/7، الأقصر 23/8، أسوان 24/9. نروح بقى سينا كده ونروح نبتدي من فوق خالص من العريش. العريش 20/5 الجو غائم، نخل 20/2 الجو غائم، طابة 21/7 الجو مشمس، الطور 23/12 الجو مشمس. نكمل مع كاترين، دايما سانت كاترين الجو بيبقى فيها برد، اليومين اللي فاتوا كان الحد الصقيع شويه، كانت ماينس الدرجه الصغرى ماينس 1 و2، دلوقتي نقدر نقول ان سانت كاترين 16 العظمى 3 صغرى، مرسى علم 23/14 مشمس. في ناس كتير قوي بيروحوا مرسى علم اليومين دول، فالجو هناك كويس. شلاتين 25/13، حلايب 23/14. نروح يا اسماء معاكي للدلتا كده، واخبار الدلتا ايه معاكي؟ الدلتا بقى هنبقى 22/12 غائم، لكن بعد كده كله مشمس، دمياط 20/10، بلطيم 20/11، الفيوم 22/8 كله مشمس، بالنسبه لحاله البحر المتوسط خفيفه الى معتدله. يعني بنتكلم ان الحمد لله الجو اليومين دول لطيف جدا، وان احنا ممكن ننزل ممكن نتفسح، بس المهم الساعه 6 كله يقعد في بيته ويفتح اون سبورت وكله يشجع بقى اهلي وزمالك. عايزين نروح الرياضيه النهارده وعايزين نبقى قاعدين في بيوتنا سامعين الحاجات اللي احنا متعودين عليها في الماتشات كده، بنلاقي روح رائعه ان شاء الله. طيب نروح بقى